المسجد هذا، راه الناس دابا هاد السيد هذا كتعرفوا راه جا كيسدي بحال واللي ربما عطي بحال حتى اهتدى وجا عندي قال لي ودي انا واحد السيده بغات تسلم سي القرطبي راه معنا راه كيسمع الاستاذ اللي هو في اول اخر سي القرطبي هذا في فرنسا الاستاذ ديالنا وقال لك تجي عندنا الاسلام اللي هو يعني مساله رسميه يعني بالوثائق اللي غنمشي للجهات الامور وتقاد الامور ديالها في المحكمه الى غير ذلك وعندنا الاسلام اللي هو في المسجد ولسمعتي هذا المسجد في الأسبوع الماضي شهدنا جميعا إسلام تلك المرأة الإسبانية. اليوم الأمر مختلف ولا أخفيكم سرا أن اليوم أحس برعشة. لماذا؟ آية هي من مدينة بوردو في مدينة بوردو الفرنسية ربي سبحانه وتعالى هداها للإسلام. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء فهذه ربي سبحانه وتعالى أراد لها الهداية وهي محتاج وعندها إيمان بالدين وعندها معلومات عن الإسلام الحمد لله وربي وفقها إيمان لأنه في الأسبوع الماضي كان الأمر يتعلق بإسلام إسبانيا تزوجت بمغرب لم تكن لها أي دراية عن الإسلام وربما زواجها من ذلك المغرب المسلم هو السبب في إسلامها كما قلت الأمر مختلف اليوم هو أمر مشهود لأن هذه السيدة ليست لها مصلحة في أي زواج وجاء بها إلى مدينة فاس مدينة تاريخ مدينة العلماء ومدينة الفضلاء ومدينة مولاي إدريس الذي هو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المدينة لها قيمتها العظيمة في التاريخ الإسلامي وهي فيها جميع أو جامعة إسلامية وهي جامعة القرويين فهذه المدينة ينبغي أن نفتخر بها ونفتخر ببلدنا ونفتخر بالناس اللي يجلسوا في المغرب لماذا اختاروا المغرب؟ لأن المغرب هو بلد التسامح بلد الحرية بلد الخير بلد التسامح ما عندناش اللي في العصبية ما عندناش اللي في العنصرية حنا أمة واحدة اللي يدخل معنا في الإسلام هو أخونا في الدين وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأن ربكم اتقوا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى في محكم كتابه إن يعلم الله في قلوبكم خيرا في بيوتكم خيرا. هذا المسجد أصبح قبلة لكثير من الأمور الحسنة في هذه الدنيا فضل يرجع بعد الله لإمامنا سيدي محمد الريحاني. لذلك أنا أقول أنني لا أجد في معجم اللغة العربية رغم شساعتها الكلمات التي أعبر من خلالها عما يخارج قلبي من فرح وافتخار. لماذا أقول افتخار؟ لأن كثيرا من المسلمين لا يفتخرون بدينهم ولكن عندما نشاهد أجانب يدخلون إلى هذا الدين عندئذ نحس بقيمة هذا الدين ونفتخر بأننا مسلمون وأننا وليدنا مسلمين. هذا من فضل الله وما أوتيت من العلم إلا قليلا.